برشا عبيد زيادة ما يعرفوش العلاقة ما بيناتهم الاثنين، يعني المرض السكري وما بين مرض الدماغ عنده ميكانيزم انكما مربطين ببعضهم، فما جينات يعني مشتركة، فما الانفلاماسيون اللي هي الالتهاب المزمن هذاك زيادة مشترك، وفما الستريس اوكسيدون يعني هذاك التقية نتاع الاكسدة هذاك زيادة كيف كيف. وزيادة فما ديزيتود بحوث جديدة ورات اللي اكثر من 70% من مرضى السكري هم اكثر عرضة لمرض الزهايمر من الاشخاص الاخرين. هذه الكل نقاط خلينا نتجه أكثر حول الفئة العمرية هذه ما بين 55 و 75 سنة، هذه المرحلة الأولى، واللي نعرفوا أكثر مرضى السكري في الفئة العمرية هذه اللي هو صنف 2 خاصة. وذلك علاش احنا قمنا بيوم التحسيس هذه حول داء السكري وزاد مرض الزهايمر، خاطر فينا عنا العيادات المجانية باش يكون تقصي مرضى السكري وزاد باش يكون فيها تقصي لكاباسيتي كوجنيتيف يعني